de Tunisie en Libye, révolution. Du Bahreïn en Syrie, du Yémen en Jordanie, révolution. De l'Égypte en Algérie, عالمية أوروبية آسيوية إنسانية. يا رب ما ننساش أبو عزيزي ولا فرحات حشاد ولا تارك سعيد ولا مجيد سرور ولا طلعت حرب ولا مصطفى كامل ولا جمال عبد الناصر ولا كل الشرفاء اللي مهدوا لليوم ده. النهارده بتقول مش هنمشي الناس دايما في المقابر. احنا ليه؟ هو عنده بيت في باريس، جابه منين؟ 3 مليون جنيه. لازم يتحاكم ويرجع فلوس الشعب. لازم يتحاسب ويرجع فلوس الشعب اللي سرقها هو وابنه. خايف. مش لاقيين الفاكانس، مش لاقيين اللعبه، مش لاقيين الميه النظيفه. كلنا لينا دور، لازم كلنا نبعت الكلام ده ونفضحه. لازم العالم يعرف الحقيقه. مش عايزين مهونه من امريكا. شيل الله يا الغزاوية، يا وجع الأمة العربية. لا انتوا حماس ولا عباس، فلسطين هي القضية. عربية فلسطين هي القضية، وحدة وحدة عربية فلسطين هي القضية. لا تقتلوا العيش بالعيش، لا تقتلوا العيش بالعيش.
مصرية سياسة بقالها 30 سنة بتحكم مصر، سياسة من أولها لآخرها سياسة فاشلة، سياسة مستبدة على الشعب المصري، مفيش حرية تعبير، مفيش رأي لأي بني آدم كويس، كل حاجة في سجون، في اعتقالات، في أمن دولة، إحنا لازم نعترض. تحت نعالكم وأقول وأفديكم.